كل ما رجعوا معي اللي بيدها بلدين بداية اليوم مع مدام لترا في نقطة بلدي اليوم مش قدموا له؟ شو قدموا بحول الله كسكسي بالدوارة به بتبعة الحالة الكسكسي كسكسي واحد مفور؟ مفور على الحم مش على الدوارة مفور على الحم مش على الدوارة أما كي بيستخدم السمغو أو خلطه بالأسواس معنا مش يكون اشتر اشتر لنا واشتر لنا دونك ركزوا شوية مع مدام نادرة مع كلامها لأن مش حافيكم معطية الكل كيش نعملوا كسكسي باللحم ما نفوروش على الدوارة راهو لا كي نفوروا على اللحم ينجح مع الدوارة كيش تفوروا على الدوارة يعطي نكهة أخرى يعطي نكهة أخرى تتغير اي فهمتوا ليش لأنه الدوارة عندها نكهة واللحم عنده نكهة تونيزيا سيفود تبحث عن الزمني والتقليدي بالنسبة للأكلة التونسية التقليدي اليوم نقول لكم الكسكسي مثلا ندرة حاليا كسكس حاليا كسكس وغربل فيه خاطر كيف يطيب كي يطيب باش يتحل بالغربال فهمت كيف يطلع كعبة كعبة ها يطلع كعبة كعبة ويكون النقع بتاعه خارق العادة نشكر وشكرا جزيلا لهالي خسر هلال زين تكسر هلال زين لمدام نادرة وكذلك لجمعية تونس للجميع فرع خسر هلال على رأس أخونا عفيف الحفي يعني هو الجمعية هذه اللي تبنات البرنامج نتاعنا واحنا كذلك نشجعوا في القناة نتاعنا على العمل الجمعياتي واللي خاصة يحاول يحافظ على الموروث الحضاري بشتى المجالات نتاعو الغذائي الثقافي الرياضي الغنائي الفني الى غير ذلك دونك انا مع مدام نادرة توا مش نقص على شيفتي بسم الله كيف بحول الله اريدك زيت هكا ناخذو نحلو بها ونسميده معناها تجلز الزيت من فوق باش علاش هرس سميد شوف شفت سميد يقعد كعبه كعبه هاو هاك المفعول نتاعو كي نجمو نصبو سقاطو لطول اما يطلع بعتالي ما فيش المنظر اللي يلقص أنا الحرة اللي تتبع فينا اللي تحب تعمل كسكسي أي ناس تفيس مع المدام نتا وأنا وقت اللي في بداية تسقي الكسكسي خذ الزيت باش يتحل الكسكسي كعبة 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 ومن بعد زيدوا الصوص هكا ولا بعد زيدوا الصوص هذا في كسكسي اللحم بعد تعدوا للكسكسي الدواء أنا عندكم برتين في دبارة اليوم مع مدام نادرة أما الدوارة ما تنجمش تعمل الدبارة في نهارها لازمها تمشي تشري الدوارة تنظفها إيه التنظيف الدوارة راهو على تنظيفها مش أي دوارة اللي تحطها بالله شنو هي الحاجة اللي تخلي الدوارة تنحي هيك الريحة ثم ناس يقول لك الدوارة إيه؟ معشقها إيه؟ بعد ما تجي بالرغم إيه؟ نعرف تاريخها ايه الدوارة؟ ايه بعد لطيب ما هو الودات عادة تنظف في الودات؟ ايه تمش طريقة ننظفوا بها دوارة من نجم نصف هل كانك ظل بحذايا مرة أخرى بالذمة مرة أخرى بالذمة ظل بحذانا نغسل الدوارة بحذاك ونوريه وال... ايه مرة أخرى نوريه أما هيك صعيب ياسر بيه هنا ده إجاني حط الكمون من البكتير لا ترى عبيلهم يكمون يا زاد اللي هما تبسي كان عندي غرق عطيه لك عطيه تبسي بسم الله يا ربي
هذه السنارية، هذه أعطيني المقص ثلاثة صغار، هات لي المقص هذا. هذا هو صدفة جاي بوبنيت راهو، بوبنيت دورة فيها بوبنيت راهو، نحشيو حشيان وبعطي لي نعملو هكا باش ما يتفرطش. باش ما يتفرطش. هذه الفيديو نتاعنا اليوم قصي بالحم وقصي بالدوارة دبارة اليوم مع مدام زهرة، ان شاء الله نكونوا فدناكم وساعدناكم في دبارة اليوم. نكت بلادي دائما معكم قريب في حلقة قادمة ان شاء الله، وما رضاء الله الا برضاء الوالدين. الى اللقاء.